خليني اقول لحضراتكم ان الجهاز الطبي بالاهلي وضع برنامج تاهيلي مكثف لمحمود كهربا لاعب طبعا الفريق، وده عشان ينفذه خلال تواجد بعثه الفريق بالمغرب علشان يقدر يكون جاهز للمرحله اللي جايه. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره اكد ان كهربا هيخضع لجلسات علاج طبيعي مع فحص مستمر خلال تدريبات الفريق. وزي ما حضراتكم عارفين يعني انه كهربا كان ساب ماتش بيراميدز الاخير في بطوله الدوري المصري بسبب انه كان اشتكى من آلام في العضلة الخلفية. وزي ما قلنا لحضراتكم يمكن أنا وأحمد كنا اتكلمنا مع كهربا امبارح وقال إن هو حاسس إن هو أفضل بكتير، وزي ما أكدنا هو طبعا هيكون بإذن الله يعني الفرص كبيرة إن هو يشارك في المباراة حتى لو ما بدأش أساسي يا أحمد.